يا أبانا السماوي بكل خشوع وخضوع نحن ناتي أمامك، لأن لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل أعمالك. أنت عظيم عظيم في محبتك التي أظهرتها في شخص الرب يسوع المسيح. أنت عظيم يا رب في أمانتك التي تقودنا يوما بعد يوم يا رب، رغم العالم متشتت ومضطرب، لكن نشكرك لأنك أنت الذي وعدتنا سلاما أترك لكم، سلام يعطيكم. فوجودنا أمامك في محضر ملك الملوك ورب الأرباب، ونحن نهلل ونرفع تسبيحات لنعظمك ونشكرك، دليل يا رب على سلامك الكامل في قلوبنا. فأشكرك يا رب، نحن نثق ثقة كاملة وجودنا في محضرك في هذه الليلة، وإرسال عبدك يا رب وخادمك القس جوزيف ليس صدفة أو وقتا لكي نقضيه خلاف الأوقات الأخرى، لكن أنت تعد رسالة خاصة لشعب ميلان يا رب، لهذه الكنيسة، لكل واحد وواحدة موجودة في هذا المكان. فأرجو يا رب أنك تعطي قلوبنا أن تكون معدة لقبول واستقبال كلمتك المقدسة، ونحن نصلي لأجل عمل روحك القدوس لكي يلمس كل نفس موجودة، وأنا مع إخوتي أيضا. ويا رب نحن نصلي لأجل عبدك وخادمك يا رب، ترك يا رب المدينة والكنيسة والمسؤولية في المنيا، لكن نشكرك لأنك أنت وجدته في هذه الليلة. فنحن نصلي يا رب لكي تؤيد عبدك يا رب وخادمك القس جوزيف بقوة نارية من عندك يا رب. أعطي أن تكون كل كلمة مساقة بروحك القدوس وممسوحة لتعطي ثمارها في هذه الليلة، في اسم ربنا يسوع المسيح. قيد إبليس خارجا عن هذا المكان وحل بروحك يا رب. ونحن نصلي لشخص يسوع المسيح أن يتمشى في الصفوف هذه الليلة، ويضع يده المجروح على قلب وعلى رأس كل واحد وواحدة في هذه الليلة. عبدك يا رب وخادمك قناة تستخدمها هذه الليلة، فأرجو أنك تستخدمها بقوة وسلطان من روحك، وأنت يا رب بجروحات دمك الكريم تتعامل مع كل نفس وتسدد كل احتياج. عبدك من على المنبر يأتي زيارة لا يعلم احتياج كل واحد، لكن نثق ثقة كاملة أنك أنت يا رب الحاضر والموجود في وسطنا تعلم كل احتياج وتسدد كل احتياج. نستودعك هذه الليلة وهذه الرسالة في هذه الليلة بين يديك، في اسم ربنا يسوع المسيح. آمين. سعيد جدا 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 تاع الصعيد. طب جدا جدا عشان بتعود مصر مزعلوش. سعيد ان اكون معاكم في ليلة جديدة من ليالي البركة، ليالي الروح القدس باسم الرب يسوع. ومبسوط من فريق الترنيم على فكرة، يعني حاجة حلوة إن أشوف فريق ترنيم في أوروبا حاطط إشارات. إشارة. فدي حاجة حلوة صدقوني، يعني ما أعرفش، ربنا يبارككم، دي حاجة كتابية طبعًا. فكويس إنكم تخدموا الرب، كويس إنكم تكونوا بالإشارة الحلوة ده، ربنا يبارككم يستخدمكم. بشكركم، بشكر القيادة، بشكر الخدمة، ربنا يبارككم يستخدمكم. بشكر أخويا الفاضل أخويا القسيس موسى، اللي واحنا كنا بنكلم بعض من شهر ونص يمكن أو أكتر أجل مش عارف، وهو وعد إن يجي يحضر معانا وأصر إن يجي وحضر النهاردة وبكرة بنعمة المسيح. ربنا يباركك أخويا القسيس ويبارك أسرتك وعيلتك الممثلة فيك، ونشكر الله من أجل محبة الكنيسة هنا ليك. أنا بسمع كلام رائع، ربنا يباركك والكنيسة اللي بتحبك. أمين أخويا القسيس. رب شرفنا بنعمة المسيح. قبل ما أتكلم المرة الثانية ربنا جابني هنا، دي كانت معجزة. كنت راجع من دبي في البحرين بعمل ترانزيت، رجلي التنت شالوني وعملوا لي مشكلة في المطار هناك. ربنا وديني مصر بعديها ب 48 ساعة، نازل على الكنيسة في الاجتماع بتاعنا كان يوم حد صبح، وانا نازل على الباب يعني وجعت وجع على ركبتي، جالي كل سنه وانت طيب. وانا واقع في الارض ابليس جالي بالحرف الواحد كلمه، جالي دي كانت صعبه شويه على الناس.
لكن وانا واقع على الارض فعلا وفي عساكر كانوا بيرفعوني وحد من العيله كان نازل معايا، صوت واضح جدا: سيب ونسيب، سيب ونسيب. قلت بالحرف وانا واقع، قلت انا مش هسيب وانت غصب عن عينك اللي هتسيب، صح؟ يا يعني بفكك كده، امين؟ امين. غصب عن عينك هتسيب يا ابليس. اضع عليك اسم رب يسوع لا تستطيع ان تقام او تقف امامه. بعد شويه دخلت في سلسله التعب شويه كده وما اعرفش ايه، كل شويه طيب وقف السفر، الغي السفر، الغي السفر. قلت له انا هنزل الخدمه ايا كان الوضع، وانا بصدق ان الرب يفوز والرب بركه في المكان. وفعلا انا شفت بعيني في الايام اللي فاتت واخرها الشباب الحلوين اللي كنا بنسلم عليهم بعد ما وقفوا امبارح وسلم حياتهم المسيح علينا وطلعوا قدام، شيء رائع جدا جدا جدا. هو ده الرب اللي موجود. عنوان خدمه الليله: صرخ التغيير. لكن قبل ما نسمع لصرخه التغيير اللي موجوده، افكركم لما كنا مع بعض من سنه وشهر وست ايام، كمان بعض خمسة النهار اللي سته. السنه اللي فاتت كانت خدمه من ضمن الخدمات اللي قبل ما نمشي كنا بنتكلم فيها عن اني راح بعامل الملك ابن سليمان. في يوم من الايام لقى الدنيا كده بتاعته مزحزحه، كان عنده تروس ذهب للحمايه والتشريفه والسعات يشيلوها وهو داخل الهيكل وهو طالع من الهيكل. فجي شيشق ملك مصر، القصه دي موجوده في معبد الكرنك في الاقصر، تروح هناك تشوف كلمه شيشق ملك مصر. وراح بعام لما شيشق سرق منه كل تروس الذهب. ده بيقول كده: سرق التروس وسرق الذهب وسرق بيت خزائن بيت الرب وسرق كل ما له، خد منه اربعه كل حاجه، اربع حاجات مكتوبين في ملوك الاول 14، خد كل حاجه. طب شد حيلك يا شيخ يا رحبعان، حل الازمه دي. قال: حاضر. يعني لو واحد نام النهارده زي السلك ويسكت كان جلب الدنيا وجي خد الذهب بتاعه، عارفين عمل ايه؟ راح عمل زيها بالظبط، تروس من ده من فرق من النحاس. ترسي انها الشكل بالظبط زي الذهب، الذهب الصيني بيسموه، ولا الذهب الجشره بيسموه، وشويه تقول شكله ايه؟ طوص وصدى، عامل نفسه سعاده الباشا، الدنيا متظبطه معاه. ودي خدناها بطريقه ثانيه: المؤمن اللي بيجلد، المؤمن اللي بيمثل تمثيليه الايمان قدام الناس منتهى الاحترام اللي في الدنيا وواصل والدنيا، لكن ضاعت ايام تنماته وضاعت ايام صلواته وضاعت خدمته، بيمثل او بيلعب تمثيليه ايمان. اول يوم جينا المره دي ربنا بيكمل القصه دي بس بطريقه ثانيه، عن في صموئيل الاول اصحاح 30 ان كان في داوود النبي كان عنده معركه بينه وما بين نفسه، وراح من اصحاح 27 قعد سنه واربع شهور عند الفلسطينيين لدرجه الملك قال لك انا هاخد داوود واشغله قدام عندي. يا عيني على رجل الله لما يسيب الغالي ويلعب في الرخيص، وراح عشان يشتغل خدام او يقعد هناك عند جماعه فلسطينيين يعيروه ويشغلوا اي حاجه سنه واربع شهور. في اللحظات دي والاوان ديت وصلنا لصموئيل الاول 30، حصلت كارثه، اتسرق كل حاجه في بلد داوود النبي، ومنهم الاثنين ستات اخي نعم وابي جاي، الاولاد، البلد، ممتلك كل الدنيا سوها جماعه العمالقه اللي طوال اللي طول الواحد منهم زي جداد كده سته تقزعوا شيء زي من هنا للسقف. اما داوود فتشدد برب الهه، ما جلدش، ما عملش زي رحبعان، لكن قعد قدام الرب وبدي يصرخ قدام الرب، وراح لابي صار الجسيس وقال له اديني الافود اللبس بتاع الكهنه. وتخيل وهو ماسك الافود الصدره اللي كان بيحطها رئيس الكهنه على صدره اللي عليها اسماء الاسباط ال 12 مرتين، مره على الصدر بحسب الاحتياج ومره على الكاتب بحسب المواليد، وجاي يصرخ للرب يقول انا بذكرك بمواعيدك، يهون عليك ان انا اتسرق، يهون عليك ان انا اضيع، يا رب انا ماسك في وعودك ما تسيبنيش، انا هنزل واجيب. اللي راح مني بعد ما خد الوعد من الرب نزل في صموئيل الاول اصحاح 30، دب 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 ولم الدنيا، راح لقى العمالقه بيسكر عاملين حفله دانس في اصحاح 16، في اصحاح 30 وعدد 16.
هاجم عليهم استرد كل حاجة. وشفنا كنا بنتكلم عن التعويضات والاسترداد للمواعيد الإلهية. فكل ما فقد منك لو شاطر ما تسيبوش دي على زي يرجع. والغنيمة اللي جت وصلها في آخر أربع أعداد لـ 13 دولة معايا. وهو كلمنا من أمس امبارح، أوعى حاجة تعملك عيب يا رجل الله لما تفقد وتبيع غالي ورخيص. وهو كلمنا امبارح عن توقع غير متوقع، وواحد طرح الرداء. يعني طرح الرداء، يلا الرداء زي ما سمعنا امبارح اني الابرص بحسب التقليد اليهودي كان يحطوا له اجراس في ديل الجلابيه بتاعته عشان الناس تبعد عنه وتخاف منه، والعاجز بعينيه كان يلبس رداء احمر على اساس الناس تساعده. ده طرح الرداء يقول انا مش عاوز مساعده، انا هطلع بنعمه المسيح، انا هقتحم الموقف. يا يسوع يا ابن داود ارحمني، بيصرخ صرخه فيها اللاهوت والناسوت مع بعض، يا يسوع يا ابن داود ارحمني ارحمني ارحمني. وسمعنا القصه بتاعت امبارح، شوف الرب عمل ايه، توقع غير متوقع. ورب كلمني يمكن تكون حالتك جافه وناشفه وحياتك ضايعه، ويمكن روحيا محطم، ويمكن نفسيا محطم، ويمكن جسديا محطم، ويمكن جيت الاجتماع مجرد همجيه وخلاص. لكن كان ده كله حصل معاك، انا بصدق ان روح الله هيغير الوضع باسم يسوع، وساتوقع بالايمان الغير متوقع. بالايمان. وكان السؤال بتاع امبارح، هل الواقع المادي يتغير؟ امين هيتغير، ده كان عنوان امبارح. الواقع المادي هل سيتغير؟ حياتي التعبانه هتتغير؟ النهارده روح القدس عايز يكلمنا عن صرخ التغيير. صرخة التغيير فيها كلام تاني. هنصرخ كل صرخة النهارده ونقول له أنا مش راضي على وضع وأنا هتغير. غير حياتي، غير بيتي، غير خدمتي، غير أولادي، غير كنيستي، أنا مش موافق على اللي أنا بمر بيه. اديني الصرخة دي، اديني الانتفاضة دي. صرخة التغيير. الجزء اللي هنقرأه أسهل منه ما فيش، ويمكن امبارح لمحنا على حتة منه. نقف مع بعض نسمع الكلام الرب. صموئيل الأول صح 30، لا متأسف، صموئيل الأول صح 30 ده اللي اتكلمنا فيه شوية. كان رجل من رماتة صوفيم من جبل إفرايم اسمه القانا، عدد 2 وله امرأتان، اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، أما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة يسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو. وكان هناك ابن عالي حفن وفنحاس كهنة الرب. ولما كان الوقت وذبح القانا أعطى فننة امرأته وجميع بنيه وبناته أنصبة، أما حنة فأعطاها نصيب 2 لأنه كان يحب حنة. ولكن الرب كان قد أغلق رحمها، وكانت ضارتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة، كما صعدت إلى كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت ولم تأكل. فقال لها القانا رجلها، يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلو، وبعدما شربوا على الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونظرت نزرا وقالت، يا رب الجنود إن نظرت نزرا إلى مزلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياتي. اديني وأنا أديهولك. وأنتوا عارفين بقى القصة لدرجة إن حضرة الجسيد بيقول لها أنت سكرانة انزع خبرك عني. قلت له لا يا سيدي أنا حزينة أنا مرة النفس. والرب إداها في عدد 27 من نفس الأصحاح. وقالت لأجل هذا الصبي صليت فرب أعطاني سؤلي الذي سألته من لدنه، وأيضا قد أعطت للرب جميع أيام حياتي. آية واحدة نقراها تاني في أشعياء 54،
ترنمي أيتها العاقلة التي لم تلد، أشيد بالترنيم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل. قال الرب. يا رب يسوع أنا بنتظر إنك تكلمنا الليلة بطريقة جديدة. يا رب أنت شايف احتياج القلب. شايف يا رب الضغوط اللي بنمر بيها، الظروف اللي بنمر بيها. وأنا بصدق يا رب إن في صرخة تغيير بنصرخها في هذه الليلة. صرخة تغيير، يمكن يا رب دينا سنين في نفس المشكلة بتاعتنا. يمكن رضينا بالعقم بتاعنا، لكن لا يا رب عندنا صرخة تغيير بنصرخها من القلب في هذه الليلة، وبنعلن تماما احتياجنا ليك، بنعلن تماما انك انت هتغير الحالة، بنعلن تماما ان في معجزة كبيرة هتصنعها معانا. صرخة تغيير من اعماقنا، وقبل ما نطلع من الاجتماع دوت بنصرخ الصرخة دي وهنشوف النتيجة بنعمتك في هذه الليلة. باسم الرب يسوع اصلي امين. اتفضل تعالى. زمن الإسمار، زمن الإسمار، صرخ التغيير. القصة منتهى ببساطة وبارح عشرنا عليها جزء كده بسيط، إن العيلة اللي بنسمع عنها حتى افتكرها كانوا كام شخص؟ القانا ده الزوج اتجوز حنة، ما حصلش نصيب إنها تخلف، راح اتجوز عليها الأخت فننة، والاخت فنينه ربنا اداها، فكانت قاعده تزل في مين؟ في صاحبتنا حنة، وكل شويه تقولها وتقولها وتقولها. ده كان بالنسبه للشريعه والعهد القديم كان بيعتبر زي صعب صعب، مفيش داعي للكلام اللي بيتجاي تقيل، لكن كان امر صعب ان الست ما عندهاش اولاد، كان في الشريعه حاجه شويه صعبه. وكانت فنانة يقعد ياكلوا تبص تلاقيها تمغص عشتها، يشرب وتمغص عشتها. كان في عاده هناك بيروحوا زي ما انا قلت امبارح، بيروحوا دير العدل مثلا بتاع دولانكا سمروت كل سنه، او بحسب لغه الايام دي زي الناس اللي بتطلع مؤتمر سنوي، مؤتمر العائلات السنوي في بلطيم وكفر الشيخ والمنصوره وغردقه وجول معين والبلاد اللي كنا بنطلع فيها زمان ودلوقتي. الست دي معوضة تطلع كل سنة، وهي طالعة كان القارة بيطلع مع الاثنين الستات بتعود دي كان معها أولادها، كان يذبح للرب وكان يدي الست دي كل واحدة تاخد نصيبها، أما الأخت حنة كان يديها نصيبين. حنة كانت بتبكي وحزينة ومرة النفس لأن ما عندهاش الثمر، وفي لحظة من اللحظات وهي بتبكي جوزها بيحاول يطبطب عليها ويقول لها ألست أنا لك خير من 10 بنين؟ قالت له إيه؟ أنا مرت النفس تعبانة، حرام عليك ما تضغطش عليا أكتر من كده. لكن ما اتكلمتش أكتر مع جوزها رغم الكآبة والحزن اللي موجود فيها، وراحت طلعت بسرعة على الكنيسة، راحت الهيكل، وكان عالي الكاهن موجود، وهنعرف دلوقتي الأشخاص اللي كانوا حواليه. حنا كان شكلهم ايه؟ عالي الكاهن كان موجود وشاف صاحبتنا ديت بتتمتم ببوجها، قال ايه ده؟ انت سكران على الصبح يا شيخ، امشي. قلت له انا مش بنات بلعان، ده انا بيت الرب، انا مش اسكر. يا راجل حرام عليك، بتحكم عليا الحكم المتسرع ده ليه؟ انا مرت النفس، انا حزينه. وكان عندها رغبه ان ربنا يكسر العقم اللي جواها. والصرخه اللي صرختها حنا كانت صرخه من الاعماق لكنها كانت مكتومه ما حدش سمعها. واتكلم معاكم بمنتهى البساطه. الصرخه اللي هنصرخها الليله هتكون صرخه من الاعماق، يا رب غير بلدي، يا رب غير كنيستي، يا رب غير اولادي، يا رب غير حياتي. وان كانت الصرخه تكون صرخه مكتومه زي ما عملت حنا، وده مهم جدا نصرخ الصرخه دي، قول للرب انا برفض العقم اللي انا عايش فيه. وبعد دقيقة نعرف ان في ناس بتتعايش مع العقم. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ خلاص الرب عاوز يصنع معاك معجزة وانت عيانة ديلك 16 سنة، خلاص انا ولفت على العاية، السكر اللي انا عايش فيه 16 سنة، طب هعمل ايه؟ خلاص انا عملت محاولات وما نفعش، زي ما هنشوف بعد شوية في المعجزة اللي هنشوفها بعد شوية.
هنشوف الست كان وضعها ايه ودنيتها ايه اللي جاي شايلينها مشلوله. عندها ايه رغبه جواها؟ في واحد عنده كان عنده خدمه رائعه ولقى الدنيا هديت معاه والصلاه هديت معاه، قالوا فيها ايه يعني اللي هيحصل يعني؟ خلاص انا حاولت. لكن المسلم يتعايش مع المرض اللي جواه، بيتعايش مع العقد. ده الكتاب بيقول من سنه لسنه، يعني نفس القصه، بيروح كل سنه الكنيسه يروح يصلي الموضوع دوت، وخلاص بقت القصه عاده. بنعمه المسيح هنكسر هذا العقد في هذه الليله باسم يسوع. مين يقول امين؟ انا بصدق ان العقد بيتكسر. ان كان عقم جسدي امين. احنا عندنا بكره في مصر حاجه اسمها احد التماثيل، كل سنه وانتم طيبين. لا بكره ولا اللي بعده؟ اللي ورا اللي ورا. حقكوا علي. ايوه صح، ده في فرق شويه. فحد التماثيل اخر حد اللي فات كنا بنصلي من اجل مجموعه كبيره. الحد اللي جاي اللي هو مش بكره جاي بل زي بكره، في 73 واحده ست جايين بنعمه المسيح، وكل واحده شايله البيبي بتاعها. بنحط الاسماء قدام الرب ونقول يا رب احنا بننتظر معجزات للناس اللي ما عندهمش اولاد. نحط اسم الزوج والزوجه والتاريخ بتاعهم وبنصلي لاجلهم، واول ما رب يديهم بيسجلوا وجايين يوم الاحد زي بكره دوت الكنيسه في المنيعه علشان نعظم اسم يسوع وتشوفوهم على الهواء. هتشوف الناس اللي جايه يا اما سوري حامل، يا اما ولدت، يا اما الفستان بتاعها واسع. خلاص، لان رب امر وبنعمه المسيح ده يدي رب بنكسر العقبه باسم المسيح. الكتاب بيقول هنا فاغلق الرب رحمه، مش اللي اغلق يقدر يفتح. ايوه ولا ايوه؟ ايوه ولا قوم؟ قوم دي بتاعتنا؟ طيب. وقال لها تذهبين مع هذا الرجل؟ قالت قوم. طيب. صرخة تغيير. يا ولاد الرب اللي بيحصل في العالم دلوقتي امور صعبة جدا 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 جدا. ولو خطفتكم لمده دقائق قبل ما ندخل في قصتنا اللي روح القدس هيكلمنا فيها، لو خطفتكم لثلاث دقائق اللي بيحصل على مستوى العالم النهارده جاسي، صوره العالم قاتمه ومخيفه زي ما سمعنا من الدكتور موريس وسمعنا في الترجمه دلوقتي اللي شغال، ان الوضع بيقول انها بتشطب. تفتكر التسونامي اللي كان في السنه اللي كان في اليابان في مارس اللي فات؟ تفتكروا اللي حصل له؟ ايه حكايته دوت؟ فجأة زلزال بمقياس 10 ريختر 9 ريختر انفجر في قلب المحيط الهادي اللي بيسموه باسيفيك، وراح الميه انفجرت جوه. الزلزال حصل انفجار ده جوه الميه، فالميه راحت طلعت لفوق من ارتفاع 10 متر وراحت جرفت على الشط مساحة 60 كيلو وبدت تشد البيوت والحقول والدنيا، شدت سحب كله دوت راح نزلها في الميه. البيوت بقت انقاض نزلت تحت الميه. العمارات العربيه 60 كيلو الميه سحبتها، تسونامي دوت اتسحب ده كله نزل في الميه. البيوت الدنيا غرقت وخربت. صرخه تصدق بقى الكارثه الكبيره؟ ما كانوش لاجيين اكياس يحطوا فيها الجثث عشان يحرقوها، لان في اليابان بيحرقوا الجثث. ما كانوش لاجيين محارق يحرقوا فيها الجثث. بيدوروا على البيوت مش لاجيينها، ده كان عندي بيت في الحته دي مفيش. المفاعل النووي باظ بتاعهم. لدرجه ان درجه الحراره الايام اللي فاتت دي من ساعه ما حصل دوت لغايه دلوقتي اثر طبعا فعلا نووي على درجه الحراره. بيجي درجه الحراره بشعه توصل لغايه بمقياسنا احنا 75 و80. مفيش حاجه اسمها تبريد، كله ضاع. ايه اللي بيحصل؟ الكارثه البشعه اللي حصلت دي، ايه ده؟ الافران اللي اتملت بالجثث مش لاقيين لها حل. مفيش اكفان. بقوا يطلبوا المعونة من البلاد اللي حواليهم والدنيا ضاعت. الكلام ده انا سمعته، انا كنت بقول فين هي بلد؟ فين؟ واليابان دي بالنسبة لنا تعتبر ايه؟ أعظم دولة صناعية في العالم. ما قدرتش تحمي نفسها. ده حاجة من ضمن الطبيعة، عشان كده لازم صرخة التغيير نقول له الحق الدنيا يا رب. ويمكن سمعتم امبارح وانا بتكلم ان أعظم شخصية في مصر ما قدرش يحمي نفسه ولا قدر يحمي
أولاده، صح ولا صح؟ وراح. يمكن سامعين عن نزيف الدم اللي بيغطي الكرة الأرضية والدنيا ازاي خربانة في كل حتة. ده على مستوى معين وخاصة الشرق الأوسط. تعالوا كده نعمل جولة حوالين أوروبا، ولا بلاش لحسن تزعلوا مني، بس أنا سعيد وأنا بقول الكلام دوت إن في قلب أوروبا في أولاد لأوروبا عظام. في قلب أوروبا في بنات حتى بترنم وحتى إشارة على ما بيحصلش ده في مصر صدقوا. ربنا يبارككم أمين. حاجة حلوة إن إحنا نشوف ناس بتخدم وهي بتخدم تعمل شيء رائع. تعال نعمل جولة سريعة كده لأوروبا تشوف، عشان كده لازم صرخة تغيير مصروخة من جوانا. كانت الإدمان والحلجان والتاتو وللأسف الشواذ، ويا خسارة يا خسارة يا خسارة بعض الأماكن أو القساوسة في إنجلترا اعترفوا بالجماعة المثليين للأسف، وأنصار الحركة النسائية ومطاعم الجنس ومطاعم الخطية، وهولندا في 28,000 عاهرة مسجلة لتقارير. تجارة اللحم الرخيص، الكوبي اللي هو السنساخ، الطلاق، وارحم يا سيدي. وقلت لك السنة اللي فاتت، ما عرفش السنة اللي حصل ايه، السنة اللي فاتت كان عن طريق جريدة أو مجلة روزا يوسف 338,400 قضية أحوال شخصية بين المسيحيين في مصر. يعني 3,000,000 بيت بيتهد، بيت. اختيار الجينات اللي عاوز ولد اللي عاوز بنت يكون شكله ايه وشعره ايه ومنظر ايه ماشي. تأجير الأرحام، الأب زائد الأم ورحم غريب. ده الكلام ده بحكيه مش بعيد عنكم ولا بعيد منكم. تسمعوا الكلام ده؟ ده بتكلم على العالم بتاعنا النهارده. تعالوا شوف القصه دي منتشره ازاي ما بين بعض دول اوروبا وما بين بعض دول الامريكتين. الدمار والموت وعبده الشيطان. انا بسال سؤال، هل يوجد منقذ؟ جاوبوني، في منقذ؟ طيب نيجي من ناحيه للاسف صعبه بالهلكتين. في الفلبين واحد النهارده بيدعي نفسه او اسمه ديفيد سي، سي ما اعرفش هل كرايست هل ما اعرفش ايه، بس اسمه كده. الراجل ده عمل سما، عمل السما. ايه حكايه السما دي؟ عمل اورشليم السماويه. فاشترى 40 فدان وعمل فيهم حته منطقه نسميها اورشليم السماويه. اضاءه ايه؟ والوان ايه؟ ومباني ايه؟ وشكل ايه؟ ووضع ايه؟ ودنيا خيال خيال. والارض بتاعتها رخام ايه؟ نسميها اورشليم السماويه في الفلبين. وعلشان الواحد يدخل ويكون عضو ويدخل اورشليم السماويه ويحجز التذكره بتاعته بعد ما يشوف المكاتب بتاعها ويبص، لازم حاجتين. نمرة واحد عشور ما ياخدهاش أي حد غير هو. نمرة اتنين لازم ينكر الثالوث الأقدس. يا دي الخسارة. ففي ضربات يمينية من إبليس بيضرب بيها العالم في هذه الأيام. هل من صرخ التغيير وهل يوجد من منقذ؟ وللأسف من يوم ليوم، من سنة لسنة، من اجتماع لاجتماع بنروح وإحنا زي ما إحنا. وعملنا زي النحاس المطوس اللي عملوه ايام رحب عام، وبعد شويه صد وانا مش شايف نفسي، لكن الروح القدس بيوجهنا وقفه حاسمه في هذه الليله ويقول لك فوق لنفسك كفايه. صرخ التغيير. هذه السيده حنه صرخت قدام رب، قالت انا باجي يا رب كل سنه، بروح الكنيسه كل سنه، بروح في المواعيد، بروح في الاجتماعات، لكن انا برفض ان انا اعيش في حكم. ارحمني، جوابني من العقد، انا عاوز اكون مثمر. عشان كده الخدمه عنوانها زمن الاثمار، ففي ثمر جاي علينا. امين. هنحصد ثمر، هنحصد. خلينا نبص بصه سريعه قصتنا. في اشخاص حول قلب حزين، صرخ القلب كلها حنين. لن استمر في الانين، كسر العقم وسياتي الجنين. انا لا اقصد صميم في هذا الجنين، لكن في جنين هيجي بنعمة المسيح وأجلنا ربنا للبيان.
صوت التغيير. الاشخاص تاني نرجع لهم بسرعه، اللي كانوا حوالين حنا حد يفتكرهم تاني قولوا لي يلا. واحد القانا، اثنين فنانة اللي هي دارتها، ثلاثة علي الكاهن. طب ما انتوا بتقولوا حلو يلا سمعوني صوتكم، صوتكم حلو صدقوني. واحد القانا، اثنين فنانة، ثلاثة مين كان سبب الكارثة في القصة دي اللي كان بينغص عشتها مين؟ أخ يا رب أنا بشكرك إن ما عندناش دورنا الحمد لله. الدورة دي تبقى كارثة. شو عمل دي كان زمان حسب شرعيتهم الكلام ده كان متاح بالنسبة لهم حسب الشريعة في اليوم. فنانة كانت بتسخر من الآخرين وكانت بتتهكم عليها وكانت بتغيظها لدرجة عدد ستة وسبعة مصابين الأول صح واحد. ستة وسبعة كانت تغيظها لدرجة إن خليتها تبكي. يا رب من فضلك حط حارس على فمنا يا رب خليني اشوف الكلمه اللي بقولها راحه فين. وكانت بتسافر خلي بالكم فنانه مش واحده خاطيه. دي كانت بتروح زي ما هم بيروحوا كل سنه. تروح معاهم شينود زي ما هم رايحين يروحوا مع بعض. افهمها كده بالبلدي بلغه عصر النهارده يعني واحده كنيسيه كمان بتروح تصلي في الكنيسه. لكن بقول يا رب حط حارس على فمي. خليني اعرف انا بقول ايه. في هذه السيدة عيرت الخالق وأهانت المخلوق. التاني الشخص التاني القانا الزوج. كان رجل عطوف وكان يحاول يطبطب عليها ويرفع علمها ويهدي أمورها ويقول لها أنا مش أحسن من 10 أطفال مالك يا ماما. وقال يعني دي إرادة الله. أنا عاجبني خالص الزوج دوت. عاجبني خالص الزوج دوت. للأسف في بعض الناس دلوقتي طالعة بدعة. لو ربنا ما ادوش عيال يبتدي يعني يتزمزخ في حته تاني. انا محتاج ان يكون عندي اولاد، انا عاوز ما يكونش ليه؟ انا عندي احتياج عاطفي. انا عندي احتياج ان يكون عندي احتياج للابوه او احتياج للامومه. في واحده بتقول لا تدعوني نعمه بل ادعوني مره لان القدير ايوه ما اعرفش جت لوحديها. صنع عليك. لا قبل صنع عليك. لان القدير اذلني ومررني، حلوة والله أنا عارف أقولها صح، مررني، ما تعيبوش عليا بقى ها؟ لأن القدير أذلني وإيه تاني؟ ذهبت ممتلئة ورجعت فارغة، طب قولها تاني عشان أحب أسمعها منكم، لأن القدير أذلني وإيه تاني؟ إيه؟ حد أدق زيي؟ شجعني كده، هللويا، كده، أنا عاوز أسألها سؤال كده وجاوبوني عليها، من الآخر مال القدير ومالك؟ القدير زالك ازاي؟ القدير مررك ازاي؟ بتقولي روحت مليانه ورجعت فارغه، القدير ماله ومالك؟ هي اللي حطت نفسها في مصيبه وجايه تقول ربنا السبب. مش في ناس بتعمل كده؟ ايوه ولا لا؟ ايوه ولا ما كسبتي تقولها؟ واحد يحط نفسه في مصيبه ويقول ربنا السبب، بتعمل فيها كده ليه يا رب؟ أنا زعلان منك يا رب، لا ربنا ملوش دعوة. أنا مرات بحط نفسي في مشكلة وأقول له أنت السبب، لا صدقني هو ملوش دعوة. ارجع بسرعة للرب وقول أنا بكسر يا رب القيود اللي عليا والمعطلات اللي عليا، سامحني وساعدني. أمين. لكن الناس اللي كان يطبطب عليها. المشكلة التالتة أو الشخص التالت اللي كان حوالين الأشخاص حوالين القلب الحزين كان حضرة الجسيس عائل الكاهن. وهذا العيل ظهر قاسيا علما ان هو اصلا رجل محب وعطوف. بس للاسف كان متسرع في الحكم بتاعه. فقال لها انزعي خمرك مني، قالت له انا مش من بنات جليعال. انا متالمه. انا مش عارفه طعم النوم. بسرعه حن عليها وقال لها اذهبي بسلام. صرخ القلب الكلمه الثانيه، صرخ القلب كلها حليم فهي مرضت النفس. قالت لعيال لا يا سيدي اني حزينه الروح. حد يعرف كده الذكي جدا يعرف القانا ده جاي منين من انهي بلد؟ اقولها لكم تاني في صمام الاول تبع انهي بلد؟ بلد ايه؟ اسيوطي. نعم؟ طهنشر. من المنيا. مش كده بقى يا رب يكرمني عمال يشفي الناس مش عارف يفتح لي عينيا يا رب اشكرك اشكرك يا رب عشان النضاره
يقول الكتاب كان رجل من رمتايم صوفيم من جبل إفرايم. حد بسرعه يقدر يقول إفرايم ده مين؟ ابن مين؟ أيوة مين اللي قال ابن يوسف؟ كان مين أخوه؟ منسى وإفرايم. يعني منسى؟ الله أنساني كل تعبي. ويعني إفرايم؟ مسمرا في أرض مزلتي. يا رب انت عاوز تقول ايه؟ ايه حكايه القصه دي دلوقتي؟ ايه الكلام ده؟ الزوج أرقانا من الاخر بلده وعيلته وعشيرته من زمان تبع افرايم. وافرايم زي ما سمعنا من اولاد يوسف وده معنى الاسم مسمرا في ارض مزلتي. ويمكن ناس موجوده في الاجتماع النهارده وبتعيش في ارض الذل. الكلام الغريب ده، ايه حكايه ارض الذل؟ تصدق ان سرير المرض مرات بيكون ارض ذل؟ والصحه تاج على رؤوس الاصحاء. تصدق ان مرات الاحتياج المادي بيكون ارض ذل؟ تصدق ان الغربه مرات بتكون ارض ذل؟ ربنا ما يقولش حد، الناس اللي في السجن، انا ربنا شرفني بخدم في السجن وبشوف بعيني اخواتي المساجين اللي هناك. تصدق ان السجن مرات بيكون ارض ذل؟ في الشرق الاوسط عندنا مشكله بايخه جدا جدا جدا، ما اعرفش هم مكبرينها ليه، انا مش عارف. مكبرينها ليه في الشرق الاوسط؟ او يمكن في مصر اكتر، مش في كل الشرق الاوسط. لو البنت اتاخرت شويه في سن الجواز بتعتبر بالنسبه للعيله ارض ذل؟ تصدق لو واحد ما عندوش شغل بيعتبر نفسه في ارض ذل؟ بيشعر ان تقيل على اللي حواليه. اتكلم معاكم بصراحه ولا تزعلوا مني؟ نسمع كده مع بعض الرب عاوز يقول ايه؟ لان الرب هيدي الصمر في ارض المذله. هيكسر المذله باسم الرب يسوع اللي موجوده جوانا. للناس اللي ما عندهمش اولاد مرات كتير بيبقى بالنسبه لهم دي ارض ذل. وخاصه عندي حته ثانيه في الصعيد اصعب شويه، اللي ما عندهمش صبيان. يقول لك لما جاله ده ولد اتشد ظهره وانفرد. حد يعرف بيقول ايه؟ لما جاله الولد، لما جاله ده ولد اتشد ظهره واتفرد. حاجات غريبة كده. تصدق ان لو في طفل في العيلة متخلف عقليا بيبقى ده أرض ذل بالنسبة للعيلة؟ آخ لو في بيت مهدوم في العيلة، في انفصال عائلي، والزوج في مكان والزوجة في مكان، تصدق ان ده أرض الذل عليك؟ آخ الأطفال اللي في الملجأ أنا بشوفهم عندنا بأحرص بكل منزل، أقعد مع أولادي اللي في الملجأ في سوسن عندنا وطبطب عليهم وخدهم في حضني. أول ما يسمع الصوت من بعيد أو العربي بابا جه بابا جه بابا جه يجي، مين اللي يترمي في حضني في الأول؟ ومرة في بنت مش عاوزة أقول اسمها بيقول لي بابا، قلت لها نعم، قالت لي كان نفسي فعلا تكون أنت بابا، قلت لها مين بابا؟ قالت لي كمان قاسي بعد ما أمها توفت وابوها زعطها في الشارع لان ما كانش انسان سوي. كلام قاسي لطفله في ثانيه ثالثه ابتدائي. تصدق ان الطفل الصغير دوت بيعيش في الذل وهو في مكانه؟ كل امكانيات الراحه متاحه لكن حاسس برضه ان هو ذليل. تصدق ان الالم اللي بيعيشوه الناس المتالمين ده قد ذل؟ حد جرب الالم قبل كده؟ لا يرفع عليه، اللي جرب الالم يرفع عليه. الوجع اثنين ثلاثة بس، هللويا، خمسة ستة بس، هللويا، تسعة 12 بس، هللويا، حد تاني حد عشان تشجعني، 10 12 بس، هللويا. على أول صفحة في كتابي بدأت حياتي أخدم عن طريق الكلام، لكن أشكرك سيدي من أجل خدمتي عن طريق الآلام. سيدي أثق إني موضوع حبك واهتمامك، لذلك لم تبخل علي بالألم. أكرس ألمي لمجدك ابنك جوزيف وليام، وساعدني لأبذل كل جهدي لأرى العالم يتغير من حولي. دي الكلمتين اللي انا كاتبهم في اول صفحه في كتابي.
جرب الألم؟ أعتقد ما فيش حد في الدنيا حتى لو طفل صغير إلا لما عاش الألم وجربه. أخويا أعظمك يا رب من أجل الألم. هقول لفظ كده خدوه اسمعوه على جنب واركنوه. من جوف الأسد، من جوف الرمة يجي الشهد. من قلب الألم الله يحول الألم اللي عشته في عمرك للبركة. كنت قاعد مع أحد الشباب قبل ما نيجي هنا على طول وكان عنده موضوع مضايقه، قلت له يا ابن الحلال اشكر الرب، انت بتتكلم في موضوع انا مريت بظروف كنت كده 100 مره وانا اشوف بنتي بتتقتل قدام عيني 12 سنه بشوفها بتموت قدام بيقتلوها قدام عيني، لكن كل ما اجي داخل المكان هناك وابص واشوف المنظر وايد الرب والاطفال اليتامى اعظمك اقول له اشكرك، لاني لو كانت قاعده هتبقى واحده زي اي بنات الدنيا اللي هنا، لكن انت غيرت التفكير جوانا وصنعت من مكان الموت مكان حياة. أعظمك يا رب أشكرك أشكرك. الكلمة الثالثة لن أستمر في الأنين. القناة كان بيسافر سنويا في مؤتمر العائلات ويمكن سمعنا أن الناس مع دنيتها تتعايش مع العقم وتتعايش مع المشكلة وأصبحت الحالة بالنسبة لهم طبيعية وأقدر أقول هي كده يعني كده مش هيحصل فلان ده مش هيتغير يعني ما هعمله ايه طيب خلاص مش هيتغير دماغه كده البنت دي هتفضل كده العمر كله مش هتتغير يا ما قدمت لها نصايح ويا ما وصلت لها ويا ما جبت لها ناس خدام من الكنيسه ويا ما قلت له بطل اللي انت فيه ويا ما رحت له مش هيتغير يعني مش هيتغير لا الليله هنقول كلام ايجابي ان العقم سينكسر حتى اذا كنا بعتنا ورحنا من سنة لسنة زي ما بيقولوا أنا بصدق إن العقم هيتكسر في اسم يسوع أنا بصدق إن الأمور هتتغير أنا بصدق إن الواقع هيتغير وزي ما قلنا امبارح إذا كان الحلم بتاعك الخدمة بتاعتك دخلت الفريزر بنعمة المسيح هتطلع من الفريزر ورب هيباركها ويستخدمها بطريقة جديدة باسم يسوع رؤيتك هتتحرك من جديد قولوا ساعدني يا رب ان الدنيا تتغير اشكرك يا رب شفت حنة بدأت توعد مع نفسه اشكرك مع لو الدنيا عادية زي ما هي ما كنتش هصر خسار خدية لكن اشكرك انك حطيت لي فانيلا تطلع عيني في دنيتي وكل شوية تزل فيا لولا زلتني لولا انا رحت الكنيسة وصليت وقلت لك الدين انا بشكرك اشكرك اشكرك من اجل الرياح العاتية اللي بتهجم عليا لان هي اللي بتجيب الثمر أشكرك من أجل الذين يرموننا بالحجارة فهم أحسن إلينا أشكرك يا رب من أجل كل اللي بتسمح به لينا فهو الخير والصالحي أشكرك يا رب أخويا يمكن بتشاهد الفضائيات يمكن بتشوف البركات يمكن بتشوف الوسائل الرائعة اللي رب بيوديها لك لكن لسه في حكم في حياتك يمكن عندك سيناريو سنوي بتمر بيه لكن انا بصدق ان الثمر جاي والرب هيغير الوضع امين وبالايمان هتتم المعجزه فالمعجزه قادمه وسياتي الجليل زي ما بقول لكم انا لا اقصد الجليل البيه وده امين وربنا يده وما يحرمش حد مين يقول امين؟ امين احنا بنصلي بعد شويه لو في حد تعرفوه في عيلتكم هنا بره في مصر بره مصر ما عندوش اولاد ممكن بكره بنعمه المسيح انا اتمنى الكلام ده انا برضه بحطه قدام الرب مع فريق الصلاه عندنا فريق صلاه رائع ولع الدوله الطلبات دي هنحطها قدام الرب هنحطها بنعمه المسيح الرب هيديهم وبالايمان نحط ده بركه ونيجي المره الجايه نلاقي نسمع اخبار عظيمه ان الرب اداهم اولاد امين وان كان حد عنده مشكله ولا امر ولا مع ما ايا كان الوضع نحطه قدام الرب ورب يغير الحاله باسم يسوع قول يا رب غير الحال انا بمسك بسلطانك ايا كان الوضع اديني وانا اديهولك انا بشكرك انا بتمسك بالوعد بتمسك بالوعد اقول لكم سر يا ولاد يا رب لولا صلاه المؤمنين ليا ما كنتش اقف قدامكم النهارده في مؤمنين سنين طويله متمسكين بالرب يقولوا له جوزيف ابنك خلي بالك مني مؤمنين حلوين
وهم في صلاتهم يجوا كده قدام يا رب، يقول يا رب خلي بالك من ابنك في زيت. دخلت المستشفى في حوادث ارهاب 19 حادث في جسدي، 19 حادث ارهابي في جسدي. كنت جاب لي ماجي الدكتور بيكشف عليا قال لي مش لاقي لك حته عدله، انت متكعبش كلك متلخبط كلك. قلت له اشكرك يا رب في ال 19 مره لولا اصرار المؤمنين ان اقوم واكمل الخدمه لولا مكانك لخدمه. عشان كده احنا بنصر، مش كلام نعديه، احنا بنصدق ان الرب هيغير الوضع، بنصدق ان الرب هيغير الكنيسه، بنصدق ان الرب هيرمي وينتهي العقم اللي موجود في حياتنا. فكم من كنائس تعاني من العقم، لكن الرب يكسر روح العقم اللي موجود على بيوتنا وعلى كنائسنا وعلى اولادنا. قول امين يا رب. انا بصدق يا رب اني هتصنع امور مدهشه. قلت لكم امبارح حته كده، تفتكروا اوغندا؟ تفتكروا عيد امين في اوغندا؟ لما مات لقوا 11 جثه طفل في الثلاجه بتاعته بيسلوبهم علشان ياكلهم او يشويهم. كان غاوي، راجل مجرم. النهارده تشوف البرلمان كله من جوه الكنيسه، مجلس الشورى من جوه الكنيسه، رئيس البرلمان كان جسيس كنيسه، يبتدوا بمزمور 23 ويختموا بمزمور 91 ويبتدوا يقفوا يسوع. عشان كده حتى في الكوره الايام دي تشوفهم ايه؟ نسلين نسلين، انتصارات انتصارات. ايه ده؟ ايه ده؟ اصل العقم اتكسر، اصل الرب بيبارك، الرب بيفيض، الرب بيزيد. بالايمان سياتي صموئيل مؤسس مدرسه الانبياء. انت عاوز موسم جديد وحصاد جديد، كله امين يا رب. قول امين يا رب. ترنمي ايتها العاقل التي لم ترد، الخير جاي والبركه جايه. صدق 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 ان البركات جايه والامجاد جايه والانتصار جاي. صدق. يمكن في حد في وسطنا مريض، عنده مرض ملهوش حل. الهي اله الحالات الميؤوس منها. يمكن في واحد حس اني بيمر بعقم روحي ودنيته واقفه، انا بصدق ان الثمر جاي. وبالايمان مش هتكون يرقه بل هتكون فراشه. حد يعرف الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين اليرقه والفراشه؟ نعم. اليرقه لسه هيطلع منها لسه، لكن الاثنين هي واحده مش كده؟ اليرقه هي الفراشه مش كده؟ الفراشه قبل ما تكبر، قبل ما تتشكل. اليرقه بتعمل ايه؟ بتزحف. والفراشه بتعمل ايه؟ بتطير. اوعى تكون انت يرقه بتزحف. عندنا في حديقه الحيوانات بتاع سوسنة عندنا غزال، وعندنا نعام، وعندنا جرود ونسانيس ودنيا، وعندنا زحارف. تبص في لحظه، احنا كنا مره عاملين لوقت كبير خالص لغايه لسه في بعض الاماكن عاملين حديقه حيوانات مفتوحه زي ايام ادم كده. تجد الغزال مع النعام مع الطاووس مع الكراون كريم مع السحارف. اول ما تدخل في لحظه تلاقي الغزال يطير ويجري مشوار كبير خالص، وتلاقي الاخت السحلفه بتتدلع ماشيه على مهلها. الفرق بين اليرقه والفراشه هما الاثنين حاجه واحده، بس اليرقه بتزحف، الفراشه طلع لها جناحين. انا بصدق ان قوه روح القدس الليله تطلع لنا الجناحين وتطير وتقول انا ساكن في حصون الصخر وليا من جناح فراشه، لا ليا جناح النسر. اقوى حاجه في النسر لما تيجي الحرب عليه، تيجي العواصف عليه، يروح فارد جناحينه ويشق العاصفه ويطير فوق العاصفه. يقول يا رب انا بصدق انك هتغير الحاله. انا بصدق يا رب انا مش هسيبك، انا مش هسيبك. انا بصدق اني وان كنت انت هزيت العش بتاعي، وان كنت انت في لحظه ولحظات من الايام صرخت وقلت له بتعمل فيا كده ليه، لكن انا بصدق ان كان ليك قصد. ان كنت حطيت لي فنانة في حياتي تنكد علي عيشي، اشكرك لان فنانة هي هتكون سبب البركه اللي انا فيها، وهيتكسر العقم الروحي وهشوف مجد عليا بطريقه جديده. انت بتقول اوسعي مكان خدمتك. انت عاوزني اوسع مجالات الخدمه. كنت ماسك استك في خدمه عندنا في الكنيسه،
كان يمكن طوله حوالي 50 55 سم. والرب بيقول اوسعي مكان خدمه البصيره. شديت رقبتك كده. قلت يا رب مش عاوزك في المحدوديه ديت. يوم عملنا مدينه سوسن عملنا مكان الصاله للاسف فيه 1050 مقعد بس. حزين على نفسي، حزين على نفسي، واقول يا رب ليه 1050 بس بس. لما يحضر 4000 واحد بره وجوه اقول له بس. بنفكر دلوقتي نعمل اماكن في الروف جاردن هنا وهنا عشان نوسع الناس. وتلاقي الناس دي شغف من بعيد، تقف من بعيد عشان تبص على شاشه وتشوف الرب بيعمل ايه. يا اولاد الرب قادرون على امتلاكها. اوسعي مكان خيمتك، اطيلي اطنارك، شددي اوتادك، في بركه جايه. ويرث مثلك امم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. ويعمر مدن خيبه. ايتها الذليله جه الوقت بتاعك. يتكسر العقم وهرنم ترنيمة جديدة. وهيجي ابن الموعد وهنفرح ونهلل مع بعض ونعلن مجد الرب الكبير اللي هيكون في حياتنا. المناخ الروحي هيتغير والدنيا هتتغير. زي ما قلت لكم امبارح، انا حطيت ايدي على شاشة التلفزيون يوم ما مجلس الشعب اكتمل، قلت له يا رب المجلس ده بالإيديك، البلد غالي عليك، مصر غالي عليك، المناخ الروح هيتغير. نمتلك بوابات بلدنا بالإيمان. البوابات اللي إبليس جاء عليها، وبوابات بيوتنا، وبوابات عيالنا اللي إبليس مرات يجيب الشمع الأحمر. حد يعرف الشمع الأحمر؟ تفتكروه في مصر لما يحبوا الشمع يجيبوا شمع أحمر هنا وهنا وحاطين شمع أحمر ويختموه. ممنوع حد يكسره. إبليس بيعمل. وأنا جاي يوم الخميس من هنا من مصر وطلعت من المطار، خدونا في اتوبيس كده محترم علشان يحطونا على طياره ميلانو. فانا طلعت كده بصيت على الاتوبيس، شفت البوابه الحلوه، واتكلم مع نفسي بقول يا رب من هنا ادخلوا مصر بسلام امين. صدق الله العظيم. فبصيت للمنظر امين، ادخلوا بسلام امين امين. فقلت يا رب البلد ديت ابليس جه لسنين وحط عليها الشمع الاحمر لسنين وربط البلد ديت. يا رب فك البلد، بنكسر العقم، شيل القيود، شيل الشمع الاحمر اللي موجود على بلدنا. انا بصدق انك هتغير الحاله. انا بصدق ان البلد هتتغير. انا بصدق ان في بركه جديده. عارف الصلاه اللي بتصليها؟ حد بيصلي منكم ولا بتصلي؟ عارف الصلاه اللي بتصليها بتحصل ايه؟ تطلع زي صلاه سهميه، سهميه، ينطلق من الارض وبسرعه يدخل لعرش الله وياخد الاجابه وينزل علينا بالبركات. فكل صلوه صليتها فيهم الايام ما ضاعتش. انا بصدق ان كل صلوه رفعناها قدام الرب بتخترق المساحات الشاسعه وهتوصل لعرش الله وهتجعلنا بالاستجابات. انا بشكرك يا رب من اجل ما نراه في هذه الايام. السنه اللي فاتت غير السنه دي، غير اللي قبلها، غير اللي كل سنه بنشوف امور مدهشه. تشوفوا قوة السحر وهي بتبطل، تشوفوا المرضى وهم بيبرأوا بيشفوا، تشوفوا عمل الله المدهش. بكره ان شاء الله نشوف حته كده رب ادانا نجله البلد، وتشوف ربنا بيعمل ايه ان شاء الله في الحته اللي نعرضها بكره مع بعض. من حاجات كتيره انا يمكن في اسطوانه فيها كتير كتير، لكن ممكن ناخد حته صغيره دلوقتي. كسر العقم، عيله محترمه، ناس على جديهم. يابا بهدلونا وطلعوا عينينا في بلد ارياف جنبينا، وكانوا سبب في جفن كنيسه واثنين وثلاثه في البلد ديت. والمنظر كان صعب، وكنت بحزن جدا لما بسمع الكلام دوت. وجوم من ثلاث اسابيع فوجئت بالاجتماع شغال. قلت له طب استنوا، واحده نازله من تاكسي ومعها امها وحاطه الكرسي المتحرك بتاعها فوق التاكسي. وبعدين الست ناس ده بقولها مين؟ بتقول لي انا بيت، انا هلا ماضي من عائله مرضى ابو العزايم. حد يعرف الاسماء دي؟ اسماء تقيله جوا. من عائله مرضى ابو العزايم. وانا عم فلان وخال فلان وست فلان وسيد فلان. اهلا وسهلا يا هلا. عاوزه ايه؟ قالت ان جايه علشان يا رب يسوع يشفيني. يا بنت تعرفي منين انت يا بنت دوت؟
قلت لها انا بشوف في التلفزيون ورب يسوع هيشفي. طب اللي جابك هنا؟ قلت لها اقول لك ايه؟ قلت لها قالت هروح النهارده وانا مش فين. مالك يا ماما؟ قلت لها اديني سبب بس مشلول ما بمشيش. خلاص رب يسوع يشفيك بس استني لما الجو يهدى لان ده لما الناس تمشي. دخلوها حط القدس بتاعها على جنب وشالوها الناس الستات المحترمات حطوها قدام عند المنبر. وسالت للرب قلت له يا رب تقدر تكسر العقم؟ عايز اقول لك كلمه. البنت هذه ديت اللي هتشوفوها من ثلاث اسابيع الرب عمل المعجزه. كان كان لحد الصبح الاثنين بالليل لغايه قبل ما يجي البلد كلها زي ما بيقولوها عن بكره ابيها جايه عندهم سؤال واحد بس عاوزين نعرف المسيح. ممكن شوف هل يستطيع الرب ان يكسر العقم اللي موجود في حياتنا؟ اخويا الغالي بعد بشويه هنصلي بس صدق قبل ما تسمع الصلاه انك انت حامل للمسحه. قول امين. صدق ان كل جبال التحديات اللي واقفه قدامك اللي عامله لك عقم هتتكسر باسم يسوع. صدق ان في شيء جديد الرب هيعمله معاك الليله. بعد شويه احنا بنصلي انا واثق ان الرب هيعمل حاجه مدهشه. هيعمل شيء مدهش. انا بصدق ان ده وقت افتقاد الكنيسه. مشهورة من سنة ونص. وبعد شوية تشوف القدس بتاعها متحرك يسببونها هدية في الكنيسة. أول كلمة بنرمي افتح السكة لأن عندي الإيمان إن الرب هيمشيها. الآن شفاء. الآن شفاء.
تمشي، ما ينفعش تمشي، لازم تيجي. بنثبت ان ربنا هيعمل كده. والحكم بيتكسر اللي علينا دلوقتي، بناخد خطوات ايمانيه جديده في حياتنا. سريعة في وقت واحد في خدمة إرسالية رب ودانا فيها بلد بره مصر. هسأل سؤال،
هذا ماضي كان عندها ايمان بناء عليه خدت وطلعت سليمه. يوم الحد يوم الاثنين اللي بعد كده جابت بلدها. انا بصدق ان ربنا هيعمل كده. البنت دي مش عشان ايمانها بشع وفظيع وتقدر. بنت صغيره يعني عندها 21 سنه ونص. لكن ايمانها كان ثابت في ربنا يغير الحاله معاها. جايه الاجتماع وطلع انها تطلع من الاجتماع مش زي ما جت. انت يمكن جاي الاجتماع الليله وفي مشكله عندك. لكن انا بصدق ان ربي يغير الحاله بتاعتك. يمكن في مشكله روحيه وحاسس انك انت دي لك زمان بتخدم وزي ما انت. في عقم روحي في حياتك مش جاي بتخدم. وبتروح الاجتماع من سنه لسنه لكن ربي يكسر روح دي باسم ربي يسوع. ويغير الحاله والعقم ينتهي والبركه تيجي وحياتك تتغير والاجتماع بتاعك يتغير وكنيستك تتغير وخدمتك تتغير واسم المسيح يعلى فيك. يمكن في حاجه انت بتتعايش مع العقم فيها دي لك سنين وتقول ما يهمش يحصل ايه ما خلاص انا حاولت وما نفعش. حنه كسرت ورفضت وقالت انا رايحه بس همشي من الاجتماع وانا واخده المعجزه. خلينا نصلي مع بعض. يا رب يسوع ارسل مسحتك الان يا روح الله علينا. ارسل مسحتك الان يا روح الله علينا. الحل يا ولاد رب حل سماوي مش حل بشري. يعني بتفكر تحل مشكلتك ازاي وتقابل مين وتقعد مع مين. الحل حل سماوي مش حل بشري. اسمع الكلام دوت. رب لكل المجد يقدر يشق السماوات وينزل. ان رب بيعمل امور مدهشه. بصدق ان الكنيسه تسترد الغنائم اللي فقدت منها. برفع ايدي وبصدق وبقول انت تقدر تشق البحور. فمن انت ايها الجبل العظيم امام زربابل تصير سهلا. اخويا اللي موجود في الاجتماع لو عندك ايمان اصغر ايمان ايمان تحدي بسيط هيحرك الجبال الواقفه قدامك. الرب عارف ظروفك عارف احتياجك ومفيش غير ممكن لدى الله بل كل الخير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لو عاوز حاجه من الرب اوقف دلوقتي وهنصلي علشان اي امر عاوزه من الرب. وانا بصدق ان روح العقم يتكسر وخاصه العقم الروحي وخاصه فكره ابليس اللي سلطها تجاه ذهنك وخاصه ابليس بيحطمك ويقول لك مش هتنفع مش هتنفع. لا ابليس قال لك انت حاولت كتير يا حبيبي هتعمل ايه تاني ما خلاص خلصت. معانا هنا في سيدهات ونزل الكلام ده على برنامج إلهي حي الجزء الأول والثاني. واحد عنده 22 سنة ما عندوش أولاد صلينا معاه ورب اداله الطفل الصغير يوسف. الشابة اللي وقعت من البلكونة هي وأختها وأمها. أخت راحت السما والبنت اتبهدلت والأمها عايشة. لكن بعد الصلاة رب أنقذ البنت بمعجزة وهي بتحكي اختبارها بصورة رائعة. البنت اللي الحرامي بالموز ضربها في عينها وعينها اتصفت. وتشوف صلاة المسيحيين والإيمان اللي رجع لها عينها تاني جديدة. تشوف الأمراض المستعصية زي الإيدز وزي الفشل الكلوي والسرطانات. الرب بيعمل ايه الايام دي؟ هتغلب عليه انت؟ ممكن واحنا بنسمع على التمرين ده وتصلي معايا وانا بصدق ان الرب هيغير الحاله. يمكن عندك ابن او بنت بتطلع عينيك او تعباك او على الاقل فشلان فيها. يمكن يكون عندك حد في عيلتك انت بتعلن فشلك. انا بصلي ان روح الله يوصل له في مكانه ويوصل له في مكانها ويغير الحاله يغير. روح الله بقوة
في هذه الليلة توضع على الأذهان، تغير الذهن، توضع على الأجساد اللي واجعة، تغير الحالة. أنا بصدق إن في أمور جديدة رب هيعملها. الحق يا رب، الحق يا روح الله. ننتظر قوة سلطانك الآن علينا، ننتظر عملك المدهش في وسطينا. بنصدق زي ما سمعنا امبارح في الطفلة الصغيرة مريم واحنا بنصرخ قدام الجمهور الكثير: ايها المرض، ايها الكانسر، اخرج من جسدها. طلع وشفنا بعينينا امبارح مريم وهي بتحكي، طفلة صغيرة وشعرها اللي بدا يطلع، والبنت بتعمل ايه، والتقرير الطبي بيقول ايه. وشفنا النهاردة هرماني اللي جاي شايلينها بالكرسي، تسيب الكرسي وتروح. وانت جيت الاجتماع الليلة وانت تعبان وانت خلصان وانت محطم. مش وبس ربنا عمل النهضة دي، لا ده علشانك. شفنا امبارح مجموعة رائعة من الشباب يسلموا حياتهم للمسيح. والليلة روح الله في وسطينا هيغير الحالة. تقدر تقول له مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، أنا مكسور، أنا محطم، أنا تعبان، حزين على السنين اللي فاتت، حزين على بيتي اللي ضاع، فقدت أسرتي، حزين على خدمتي المهزوزة. انهضني يا يسوع، محتاج لك، مشتاق عليك يا روح الله. خلينا اموت فيك الليله، خلينا اتمتع بحبك الليله. محتاج للمسه قويه اخويا، وانت بتلمها مش هتكون مجرد كلمه بتقولها، وانت بتقول محتاج للمسه قويه. لو لسه قاعد وعاوز تقف، اقف وروح الله سيغمرك بقوه، سيلمسك روح الله بقوه تغير الحاله. يا سيدي الحبيب.
جواهم ويصرخوا انهضني يا يسوع. إبليس عارف يدب في داخلهم روح ضعف، روح نكد، روح عتمنة، روح فشل، علامات استفهام. أنا بشكرك يا رب من أجل جراءة أولادك اللي وقفوا. أنت بصيت يا رب للمنظر دوت، وأعظمك من أجل قوتك العظيمة اللي هتمد إيدك الآن على كل هامة أمامك. بديك قوة جديدة، وأنا بصدق إن المسحة في داخلهم. أنا بصدق إن في قوة خاصة هتغير الوضع. أنا بصدق إن في معجزة هتتممها في حياة كل نفس فيهم. يا رب بنحط مشاكلنا وظروفنا وأمراضنا وأتعابنا وضغوطنا على جنب. وأنا واثق إن كل هذه تزاد لنا. كل ده فوق البيعة. لكن يا رب يسوع انظر لأولادك اللي عندهم رغبة عظيمة في هذه الليلة للتغيير. انت بتكسر كل روح حكم على خدمتنا. اكسر كل روح حكم على كنايسنا. اكسر كل روح حكم على بلدنا. اكسر كل حرب على اولادنا. اجسدنا من ايديك. أنا بشكرك يا رب عشان الأيام اللي فاتت والليلة، وبالإيمان بنتوقع بكرة يوم تاريخي. بتوقع إن هنشوف مجدك علينا يورا. يا رب كان زحمة عليك كتيرة. وقفت الموكب وقلت قوة خرجت مني. يعني شفيت هذا ماضي تشفي كل مريض في وسطينا يا رب. يا رب الأواجل اللي جت على المنبر والأواجل اللي الناس هتبعتها بنحطها بين إيدك، وأنا بصدق إن في أمور مدهشة هتتممها أنت. ما تسمحش إن حد يكون جه امبارح ولا أول ولا الليلة ولا بكرة ويروح زي ما كان. أنا بشكرك من أجل تأثير قوة الروح القدس اللي علينا من أول خدمة في الاجتماع. بشكرك من أجل القوة الممنوحة لينا. أشكرك من أجل ترتيب الأيام ديت. وأعظمك لما تصنع يداك الآن. أشكرك من أجل مسحتك، قوتك، لمساتك، آياتك، عجائبك، معجزاتك. أشكرك من أجل مسحة القدير، قوة روح القدس التي تصنع في وسطنا عجائب. يا رب في ولادك كتير جو جايين الليلة متألمين لظروف مرضية ونفسية وجسدية وعائلية. أؤمن تماما إنك بتسمع لطلبتنا الآن، وسوف نرى أمور مدهشة في حياتنا. وبالإيمان نحن على موعد مع البركة وموعد معك، وقادرون على امتلاكها. اسم رب يسوع اضمن تأثير الكلمة في اسم المسيح. آمين. يا ريت بكرة اللي يحب يشارك معانا يجيب قزازة زيت صغيرة نصلي علشانها، يجيب قزازة مية نصلي عليها، وربنا هيدينا يوم تاريخي بنعمة المسيح، وهنشوف عمل رب بصورة مدهشة. هتسمع باقي التنبيهات من أخويا على المواعيد وعلى النظام وعلى الدنيا بكرة. لكن أنا بصدق ان في اليوم الاخير من العيد جاء يسوع في الوسط، وسوف نرى اعظم من هذا لان السماء مفتوحة.